حالة من الترقب والاهتمام من قبل المواطنين المهتمين بأسعار الفائدة، وذلك مع اقتراب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي والتي ستحدد موقف أسعار الفائدة، وذلك وفقا للمعطيات والآليات التي يتم تحديدها بالفعل وفقا لنسب التضخم وغيرها من العوامل الأخرى. وبالفعل يحسم البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الرابع على مدار العام غدا الخميس. وبالفعل أدلى عدد من الخبراء الاقتصاديين بتصريحات كشفوا من خلالها توقعاتهم حول تجمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، وهل بالفعل سيتم رفع أو خفض أسعار الفائدة أم تثبتها كما هي. كان بالفعل من بينهم الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي الذي كشف بالفعل توقعاته حول قرارات لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي قبل إعلان قرارها غدا الخميس. نستعرض الآن مع حضراتكم تصريحاته الصوتية الخاصة لنا حول هذا الأمر. الكل في المجتمع المالي والاقتصادي في مصر منتظر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اللي هيعقد يوم الخميس 18 يوليو. التوقعات بتقول ان اللجنة ممكن تقرر تثبيت أسعار الفايدة، وده بسبب تباطؤ معدلات التضخم في الشهور الأخيرة، رغم أن التضخم السنوي وصل ل 27.5% في يونيو 24. فانخفاض معدل التضخم في يونيو مقارنة بشهر مايو بيشير إلى أن السياسة النقدية الحالية في المسار الصحيح من ناحية السيطرة على التضخم. وعلى الرغم من التقلبات اللي حصلت في سعر الصرف في منتصف شهر يونيو الماضي، إلا أن الجنيه المصري استعاد جزء من قيمته في آخر الشهر، وده بيدعم الاستقرار النسبي للجنيه وكمان بيقلل من الضغوط التضخمية المستوردة. تثبيت أسعار الفائدة احنا شايفين انه هو ده الاختيار الأرجح في الوقت الحاضر، لأن رفع الفائدة ممكن يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل الانفاق الاستثماري والاستهلاكي. كمان تراجع التوقعات برفع أسعار الفايدة العالمية، زي ما احنا متابعين كلنا البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها الفيدرالي بدأت انها تتريث قبل انها تاخد قرار بخفض الفايدة، وده بيخفف من الضغوط على البنك المركزي المصري لرفع الفايدة علشان يحافظ على جاذبية الاستثمار في مصر. فأنا شايف ان تثبيت أسعار الفايدة بيعتبر خطوة إيجابية للحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وده بيعزز الثقة في الاقتصاد المصري. كمان أسعار الفايدة المنخفضة بتشجع على الاستثمار وعلى الإنفاق، وده بيدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. لكن في النهاية القرار النهائي بخصوص أسعار الفايدة مرتبط بالتقييم الشامل اللي بيعمله البنك المركزي المصري علشان يقيم المخاطر كلها المحيطة بسعر الصرف والتضخم وتأثيره على معدلات النمو، وأيضا التوقعات المستقبلية في نواحي أخرى زي قرارات البنوك المركزية العالمية والظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية. كما استمعنا مع حضراتكم لتصريحات الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، والذي أكد بالفعل أن السياسة النقدية تسير في الاتجاه الصحيح للسيطرة والقضاء على التضخم، كما تمكن الجنيه المصري من استعادة جزء كبير من قيمته. كما رجح أيضا الخبير الاقتصادي أن تثبيت أسعار الفائدة هو القرار الأقرب، لأن رفع الفائدة قد يؤثر على النمو الاقتصادي، كما تراجعت التوقعات برفع الفائدة العالمية بالبنوك العالمية خاصة الفيدرالي. هكذا أيضا الخبير أن أسعار الفائدة المنخفضة تحافظ على جاذبية الاستثمار وتعزز الثقة في الاقتصاد، كما تشجع على الإنفاق والنمو الاقتصادي. من ناحية أخرى نعرض لحضراتكم أعلى 5 شهادات ادخارية ثلاثية بعائد شهري في البنوك المصرية بحسب جدول أسعار العائد على المواقع الرسمية للبنوك، وهي الشهادة
الثلاثية من بنك الإمارات دبي الوطني، والعائد الثابت لها 23% سنويا، والمدة 3 سنوات أيضا دورية الصرف شهريا، والحد الأدنى لشراء الشهادة 200,000 جنيه. كذلك شهادة بريميوم من البنك التجاري الدولي CIB، والعائد 22% سنويا، ودورية صرف العائد شهريا ثابتة، والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 5,000,000 جنيه. ننتقل مع حضراتكم لشهادة فيرست بلس من بنك قطر الوطني الأهلي، والعائد 22.5% سنويا، والمدة 3 سنوات، والعائد ثابت، ودورية الصرف شهريا، والحد الأدنى للشراء 5,000,000 جنيه. أيضا الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري، والعائد 21.5% سنويا، والمدة 3 سنوات، ودورية الصرف شهريا، والعائد ثابت طوال مدة الشهادة، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1,000 جنيه ومضاعفتها. أخيرا شهادة القمة من بنك مصر، والعائد 21.5% سنويا، والمدة 3 سنوات، وكذلك دورية الصرف شهريا ثابتة، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1,000 جنيه ومضاعفتها. أيضا أعلى 5 شهادات ادخارية ثلاثية بعائد شهري في البنوك المصرية بحسب جدول أسعار العائد على المواقع الرسمية للبنوك والشهادات. الشهادة الثلاثية من بنك الإمارات دبي الوطني، والعائد الثابت 23 سنويا، والمدة 3 سنوات، ودورية الصرف شهريا، والحد الأدنى لشراء الشهادة 200,000 جنيه. كذلك أيضا شهادة بريميوم من البنك التجاري الدولي CIB، والعائد 22% سنويا، ودورية صرف العائد شهريا ثابتة، والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة 5,000,000 جنيه. أيضا شهادة فيرست بلس من بنك قطر الوطني الأهلي، والعائد 22.5% سنويا، والمدة 3 سنوات، والعائد ثابت، ودورية الصرف شهريا، والحد الأدنى لشراء الشهادة 5,000,000 جنيه. كذلك الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري، والعائد 21.5% سنويا، والمدة 3 سنوات، ودورية الصرف شهريا، والعائد ثابت طوال مدة الشهادة، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1,000 جنيه ومضاعفتها. أيضا أخيرا شهادة القمة من بنك مصر، والعائد 21.5% سنويا، والمدة 3 سنوات، ودورية الصرف شهريا ثابتة، والحد الأدنى لشراء شهادة 1,000 جنيه ومضاعفتها. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه التغطية. لمزيد من المتابعات والتغطيات تابعونا على موقع صدى البلد. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.